بالمناسبه مره تانية بمناسبه الصليبي، الف سلامه طبعا لحمدي الونش، واحد من لعيبه منتخب مصر ولعيبه نادي الزمالك، الف سلامه عليه المره التانية. الحقيقه انا ببقى متضايق جدا 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 لما الواحد بيجي له صليبي مره واثنين، وان شاء الله يرجع بالف سلامه ان شاء الله. يعني انت ليه بتقول كده؟ عشان الونش من احسن الناس خلقا حقيقي، لولا اخلاقه ولولا اداؤه الرجولي حقيقي، ونتمناه يرجع محترم باسرع وقت طبعا لمنتخب، ويلعب ضد النادي الاهلي، ويلعب لمنتخب بلده، ويلعب لمنتخب ويلعب بلده، وينور الملاعب. صحيح، الاخلاق قبل الرياضه حقيقي. التربيه قبل، دايما احنا في كليه التربيه الرياضيه اسمها التربيه الرياضيه، يعني التربيه قبل الرياضه. صحيح، تربيه وتعليم، التربيه قبل التعليم. صحيح، وكذلك لما تقول الونش تقول حسن شحاته، تقول باحترامي للالقاب كابتن ابو رجيله، كابتن طه بصري، كابتن احمد رفعت، كابتن كل يرحمه، دي اسماء في خلاف عليها كابتن، لا 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 كابتن حماده امام، يعني كل الناس ديت تعاملنا معاهم على اعلى مستوى من السلوك الرياضي والتنافس الشريف. صحيح، وفي نفس الوقت حاجه تفرح كده ان في لعيبه بالمستوى ده من السلوك، والى جانب السلوك فيه الاداء الرياضي اللي كلنا بنتنافس علشان نمتع الجمهور.